السلام عليكم. بداية نود لو تقدمون أنفسكم لقراء جريدة أصداء المغرب العربي. ملكة الخلدي، فنانة مسرحية منذ 1964 65. نود منكم بداية أن تسلطون الضوء على معاناتكم مع المرض. المرض سيدي جاب الله، مرحبا به وراضين بحكم الله. من 1911 ياك وانا مريضة. 2011 اي نعم سيدي. وكيفاش هذه المدة كلها وانتم كتسكن، واش كانت شي تضامن ديال الزملاء ديالكم؟ واش كانت شي تضامن ديال النقابة ديالكم اللي كتمثلكم؟ واش كان الوزارة الوصية واش كانت حاضرة في هذه المعاناة ديالك ولا لا ما لا نعم سيدي، عمر شي حد ما سول فيا، انا اللي سولت دقيت تاعيت، لا على وزارة الثقافة ولا على النقابة ولا النقابة. قال لي تفرتكات كاع ما بقات، الفرع ديالنا الجهوي ديال مراكش قال لي كاع ما بقاوش. الدار البيضاء تنتصل بالسي النفع اللي تيقطع عليا التليفون، يوم اللي كنت صحيحة كل شيء بغاني ودروك لا إله إلا الله. ما تنتوفروا لا على سكن زين ولا على معيشة لا إله إلا الله ولا على الدواء. شنو هو النوع المرض اللي صابك؟ شلل نصفي. وشنو كان السبب ديالو؟ كان قوة المشاكل وطلعت للطنسيون وضت لي هاد الشيء كلها. بلغ إلى علمنا أن وزارة الصحة كانت ستتكلف بالعلاج، في أين آلت هذه القضية؟ شفوي، هضروا جوج كلمات وطفوا تليفوناتهم ومشاو في حالهم. اتصل بيا السيد قال لي أنا من وزارة الصحة، من ديوان الوزير. من الديوان السيد الوزير قال لك بغيت تكلف شخصيا بعلاجك. ايوا فرحت وإذا به. نعم سيدي، صيفطوا لي المفتشة الاجتماعية هنا، شافتني شافت الحالة فين تنعيش. اليوم تا هما قطعوا عليا ما بقيتش تحت. وزارة الثقافة، أنا إن شاء الله غادي اليوم بتمشي بالكروسة من هنا طال الرباط، ندير مسيرة. كاينين الحباب اللي بغيت يضمنوا معايا، بغيت يمشيو على رجليهم وانا غادي يدفعوا بيا بنيتي وغادي نمشي تلتم. وشنو هما المطالب ديالك يا استاذ؟ سيدي بغيت باش نعيش، بغيت حقي في الدوله ديالتي. عطيت 45 عام من عمري للفن، اعطاني والو، كل شيء اعطاني بالدار. انا معيشة زينة، راني تنموت بعدا. هل تتوفرين على بطاقة الفنان؟ اي نعم سيدي، بطاقة مهنية. هاي سيدي هاي. وهذه البطاقة هل تعوض، هل هي فيها امتيازات معينة ام ما فيها والو سيدي؟ ما مرين بها غير البزات الموسيقى ديالنا وكاين شيء. تعيطوا لنا المهرجان الدولي ديال مراكش السينما، تنمشيو تعطيونا محفظه وباطج نعلقوه. ها هو عندي دروك هنا نوري لك. راه ليا فوق هذاك السكر جبت لك الباطج ديالي، راه ليا صافي. ما تعيطوا لنا لحفله الافتتاح ولا حفله الاختتام، داك الشيء قال لك كاين الناس الكبار مالي، حنا ما مذكورين كاع. وشنو هو النداء ديالك والكلمه ديالك اللي بغيتي تنطلب من الله صاحب الجلالة يسخ ليا الخبر ويحل فيا؟ هذا هو الحل اللي كاين باقي، ما كاينش هو اللي غادي الا دقيت بابا ما يردنيش. بغيت شي عطف ملكي ياتي، تنطلب من الله ان شاء الله يكون سميع. ما بغيتش نموت في هاد الغبينة هاكم. لا اله الا الله.